هذه هي الدورة الأولى للأيام الدراسية للأدب التونسي. أردنا من خلالها الاحتفاء بالأدب التونسي والانتصار للأدب التونسي، ولأننا نؤمن بالأدب ونؤمن بالفن، نؤمن بالشعر، بالرواية، بالقصة التونسية، نؤمن بما قدمه الآباء المؤسسون للمشهد الأدبي العالمي والإنساني. فأردنا أن نحتفي من خلال هذه التظاهرة بأسماء كثيرة، بأن نكرم أسماء كثيرة مثل عز الدين المدني، محمد الخالدي، فضيلة الشابي، عبد الواحد براهم، وايضا ان نستمع في مداخلات للاستاذ محمد بن رجب والاستاذ محمد المي عن الادب التونسي بصفه عامه وعن تاريخ الادب التونسي وما تركه من اثر حتى في الاجيال التي تكتب الان. هذه هي ان شاء الله الدوره، هذه دوره اولى. طبعا لا يمكننا ان نحصر كل الاسماء في تظاهره في يومين، ان شاء الله في فرصه اخرى نحتفي بالاسماء التونسية التي أثرت في المشهد الثقافي والتي أضافت الكثير وأنارت لنا درب الكتابة. الحراك الأدبي الذي تعيشه تونس الآن ليس من قبيل الصدفة، إنما هو حراك أدبي ثقافي ناتج عن أمرين كبيرين نعيشهما منذ زمان. أولا، تونس تعيش حراكا جديدا ناتج عن المتغيرات السياسية الكبرى التي نعيشها في العشر سنين الأخيرة، وهي فعلا متغيرات كبرى أحدثت شرخا في الأمور التقليدية وشرخا كبيرا في الأدب الذي لم يفرز حراكا ثقافيا وزخما كبيرا للنخبة التي أصبحت النخبة مرفوضة، نخبة سياسية ونخبة ثقافية وحتى البرلمان أصبح الناس يرفضون. يعني هذا ناتج عن الناس ابتعدوا عن الأدب. الأدب نتصوروه احنا زمان انه كان بعيد علينا، مش صحيح. الادب كان في اعماقنا وكان يبث القيم ويبث الاخلاق ويبث الاهميه الثقافيه للعقل التونسي وللعقل العربي بصفه عامه. ثم جاء المتغيرات الكبرى الناتجه عن الانترنت. هذه الثوره الرقميه المعلوماتية التي سيطرت في العالم طبعا أثرت في الحراك الأدبي، وأصبح الناس يهتمون بالأدب من خلال الإنترنت. صحيح أن الأدباء الكبار المؤثرين والفاعلين لم يلتحقوا بهذه الموجة الاتصالية، أو ربما خانهم المتابعة، القدرة على المتابعة. اليوم عندنا مشاكل، غدا المشاكل ستنقص، ويبقى الجميل ويبقى المهم ويبقى الجاد ويبقى الفاعل ويبقى المؤثر.